حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله اخبره انه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاه اذا جلس ففعلته وانا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال انما سنه الصلاه ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت: إنك لا تفعل ذلك، فقال: إن رجلي لا تحملاني